النهارده كان في مباراه لمنتخب مصر للكره النسائيه السيدات تحت 23 سنه بيلعبوا مع منتخب تونس في تصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. كانوا بيلعبوا في ملعب بيترو سبورت. النهارده منتخب مصر خسر 6-2 من منتخب الكره النسائيه التونسي. تونس كسبت مصر في الكره النسائيه 6-2، ويعني طبعا كده فرص مصر صعبه جدا في الصعود لبطوله افريقيا للكره النسائيه اللي هتقام في المغرب ان شاء الله.